معايا الحاج محمد من الاقصر. اتفضل الحاج محمد. الو السلام عليكم. سامح باشا ازيك؟ صوتك وحشني. الله يخليك. وانا نفس الشعور والله. انا بشكرك وبشكر الاعداد لان هم اللي اتصلوا بيا. كانوا طالعين فاصل هم اتصلوا بيا. شوف الاهتمام. انا سعيد بالاهتمام. يعني انت اتصلت قبل الفاصل فقالوا لك اقفل هنكلمك بعد الفاصل. الاستاذه العزيزه بنتنا فاطمه قالت لي معلش واعتذرت بشده وقالت انا حاططك. يعني علشان استوضح منك، انت اتصلت قبل الفاصل فقالوا لك اقفل هنكلمك احنا بعد الفاصل. لا انا هكلمه. اصرت. شكرا يا استاذه فاطمه. انا معلم. اشكركم ازاي على اهتمامكم. شكرا يا استاذه فاطمه. اتفضل يا حاج محمد. طيبين جميعا بمناسبه اعياد الربيع وربنا يدوم المعاناه. وانت طيب. امين. سعاده ودوم عليكم انتم جميعا على المستوى الشخصي والمعنوي. امين. وبهني برضو الشعب المصري. وانا منهم بفتره ولايه ثانيه بطلب من السيد الرئيس برضو ايه اهتم بالزراعه شويه ويعمل لنا مجلس اعلى للزراعه ويهتم بالاعتداء على الارض الزراعيه اللي اصبح ظاهره معلش والله يعني مقززه النفس. لا صح يعني ده اقل ما يمكن ان يوصف به. والله العظيم يا سامع بيه انا 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 عايزين كل يوم في ارمنت الحيط اصلاح واهلي النزيف لارض الزراعيه بلا حياه. يعني بلا حياه ويا ريت يقفوها. لا التجاره رايده. فمش عارف يعني مهندس خالد المفروض يهتم وحمايه الاراضي والقانون ده المفروض يتطبق. بقولك يا حاج محمد انت راجل صاحب كلمه والناس بتسمع كلامك عندك والله فلوس. والله انا بيه يعني شكرا. تمام. انا عايز برضو كلمه منك انت تقول فيها الحق. ما تجاملنيش. لا. ما يحدث في القطاع الزراعي في هذه السنوات كان بيحصل في السنين الماضيه؟ لا طبعا مفيش. لا 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 ده في هناك فرق. ده احنا كنا وين؟ لا مش هنجاملك والله. انا اقول لك اسباب. احنا كنا زمان ما حدش سائل فينا ابدا لدرجه ان احنا خلاص يعني انا بقينا يعني ايه في الحضيض تحت. مني العهد عهود الوزارات المتعاقبه دي الوزير الحالي والجديد والست منى محرز في الانتاج الحيواني وانتوا ليكم الفضل تحريك الميه الرابده. خد بالك انا معايا موضوع لا اكلمك عليه. والله العظيم وزاره الري قالوا لنا بخف علينا في الميديا في الاعلام يعني. قلت لهم طيب واتصلوا بيه اربع مرات. يعني انتوا برضه كان ليكم الفضل في تحريك الماء الراكده وتحريك المسؤول وتحفيز المسؤول عن للفلاح صراحه. يعني ما انا بقول لك مش بجاملك والله. انا بقصد يمين واخد بالك. بص يا حاج محمد انا لسه قبل ما حضرتك تتصل قلت بلدنا بخير لان انا لما والله. بسمع الفلاح بيجي بيبقى عندي فرحه شديده. الراجل عنده وعي بكل قضايا بلده. انت بتعملوا حاجه مش واخدين بالكم منها. انتوا بتعرفوا تسكتوا امتى وتتكلموا امتى؟ انتوا تسكتوا لما تلاقوا الوقت مش مناسب واحنا واقفين مع بلدنا وساكتين ومستحملين وبنشتغل زي ما حصل بعد الثوره. بتتكلموا لما تلاقوا ان الوقت مناسب وان في خدمه ممكن الدوله توفرها لنا عشان نكمل وعلشان نسند بلدنا. منتهى الوطنيه ومنتهى الوعي يا حاج محمد. لا تمام والله بيضاف عليك. انا سامح بيها. فانا بشكرك وربنا يوفقكم ان شاء الله. بشكرك يا حاج محمد.